وأنا زرت يعني من حوالي 8 سنوات زرت إيران، وأيام الرئيس خاتمي واستقبلني استقبال حافل، واستقبلني يعني كل المسؤولين وآيات الله العظمى في إيران استقبلوا استقبال حافلا وهائلا يعني حقيقة، ورحبوا بي. طيب ولكني قلت لهم شوفوا، أنا إذا أردنا أن يعني يكون هناك تقارب يعني حقيقي لا بد من أشياء، من هذه الأشياء أننا نمتنع عن الأشياء المثيرة التي لا يمكن أن نرتمع. من هذه الأشياء المثيرة أن تكف عن الكلام بأن القرآن ناقص، لأن هم عندهم أغلبية الشيعة يؤمنون بأن القرآن اللي موجود ده المصحف ده كلام الله، مفيش كلام، وهم بيفسروه وبيحتجوا به في الفقه وفي العقائد وفي كل شيء. ولكن يقولون إن هذا القرآن ليس هو كل القرآن، المصحف ده لا يجمع القرآن كله. قالوا مصحف فاطمة كان ضعف هذا المصحف، وسورة الأحزاب كانت ضعف مش عارف إيه، وسورة الانشراح كان مش عارف إيه، وإلى آخره. قل يعني الكلام عن القرآن لا يقبل يعني، وبعضهم بيرفض هذا الكلام، وبعضهم عقيدة مقررة عندهم. فقلنا له إذا كنا يعني لازم نسكت عن القرآن، لازم نسكت عن أئمة السنة البخاري ومسلم وأبو حنيفة والمالك وابن حنبل والجزاري، لازم يعني لا نسكت عن، وأهم من هؤلاء أن نسكت عن سب الصحابة. كان الشيخ الغزالي رحمه الله لما قعد بعض الشيعة بيقولوا له إن سيدنا علي كان أحق بالخلافة من أبو بكر ومن عمر، قال لهم يا جماعة سيدنا علي مات، وسيدنا أبو بكر مات، وسيدنا عمر مات، وانتهى، وأصبح هذا تاريخا، وأصبح اللي بيحكمنا الخواجات الاستعمار، واللي بيحكمنا مباشرة أو من وراء ستار. رجعنا نتكلم عن الأشياء، فقلنا سب الصحابة لأن هم عندهم يعني عقيدة في هذا، يتقربون إلى الله بلعن الصحابة، لا يمكن يسمي واحد منهم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو يعني. أيضا قلت لهم إنه لكي نتقارب لا ينبغي أن يبشر أحدنا بمذهبه في البلاد الخالصة للمذهب الآخر، بلاد الخالصة للمذهب الإيه الآخر. أنا ما أروحش أبشر بالمذهب السني في قم أو في البلد الشيعي خالص، لا يجوز. قلت لهم أيضا لا يجوز إن نروح ننشر المذهب السني في مصر أو في السودان أو في الجزائر أو في البلاد دي، إنها بلاد سنية خالصة. قلت لهم ماذا تكسبون؟ تكسب فرد ولا اثنين أو 10 أو 20 أو 100 أو 200 أو حتى 1000 أو 2000، ولكن ستخلق توترا ضد المذهب، ستجد البلد كله يعاديك. في السنوات الأخيرة اخترقوا مصر. أنا ألفت كتابا منذ 2 سنين كده اسمه تاريخنا المفترى عليه. هذا الكتاب وجدت من يرد عليه. من عدة أشهر جاءني أحد الإخوة وقال لي هل رأيت هذا الكتاب؟ قلت لا، لا أي كتاب هذا؟ فإذا بي أقرأ كتابا اسمه القرضاوي وكيل الله أم وكيل بني أمية؟ يعني قلت الله ده هذا رد على كتابي تاريخنا المفترى عليه، وظننت أنه واحد من إيران أو من العراق أو من لبنان، وإذا بي في أجد في آخر الكتاب يقول مصر المنصورة تليفون كذا وإيميل كذا ومش عارف إيه. المنصورة مصر وفيها شيعي إلى يصل إلى حد أن يرد على يوسف القرضاوي. قلت للأخ سكرتيري اتصل بالمنصورة اسأل لنا عن المصيبة دي، فاتصل فقالوا له نعم هذا أحد الإخوة تشيع وأصبح يتردد ما بين مصر وطهران ما بين الحين والحين. فأنا أيها الإخوة أنا أدعو إلى التقريب بين المذاهب،
وأؤيد حزب الله في مقاومته، ولكني لا أقبل أبدا أن يكون سببا هذا في اختراق البلاد السنية، لأن هذا إذا فتح له الباب سيحدث فتنة وحريقا يأكل الأخضر واليابس. إحنا المصريين لا نعرف هذه الأمر، مصر بلد سني وعمرنا ما عرفنا الخلاف، ده حنفي ده شافعي ده مالكي، ما هذا كلها مذاهب سنية. إنما الخلاف الذي يجري الآن في العراق، المذابح والمجازر اليومية بين السنة والشيعة، هذا ممكن أن يحدث لو استمر هذا الأمر وحدث نوع من التبشير بالمذهب واستلاب بعض الناس، سيقف الآخرون ضده وتقوم فتن وتقوم يعني مجازر لا تنتهي. ولذلك أنا أقول يجب أن نكون على يقظة. ندعونا الشيعة في أول الأمر، ولكن يعني بعد ذلك اختلفنا في أمور كثيرة، لأن وجدناهم يسعون إلى أن يغزوا المذهب السني، وأرسلنا 40 داعية إلى بلاد أفريقيا، فهؤلاء 40 الداعية رصدوا البلاد الإسلامية كلها، وجدوا هناك يعني ملايين من الدولارات وآلاف من الرجال الشيعة يعملون على غزو السنة. ولذلك احنا يعني لم نعد يعني ندعو، وهم فرقونا، كانوا معنا فرقونا، لم يعودوا يحضرون. هؤلاء الناس انا دفعت عنهم، حزب الله هذا حينما كان يحارب اسرائيل وقفت ادافع عنهم ضد المشايخ في المملكة عندكم في السعودية، كبار المشايخ الذين حذروا من هؤلاء وحذروا من فتنتهم وحذروا من تقيتهم وحذروا مما يبطنونه في أنفسهم، أنا وقفت أدافع عنهم. ويبدو أن هؤلاء المشايخ كانوا أكثر نضجا مني وأبصر بالأمور مني، وأنا أخذت الأمور على ظاهرها، أنا أريد أن أجمع المسلمين، أريد أن أقرب بين المسلمين، مسلمين بيحاربوا الصهاينة، كيف أقف مع الصهاينة؟ ولكن يبدو أن المشايخ رحمهم الله إذا كانوا موتى وحفظهم الله إذا كانوا أحياء كانوا يعني أبصر مني. هؤلاء الذين دافعت عنهم جاءوا يقتلون إخوانهم في سوريا، كنا نظن أنهم إخوانهم ولكن قالوا لا. وأهم الرجال الذين يحاربون الشعب السوري هم من يسمون أنفسهم حزب الله، وهم حزب الطاغوت، حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.